بيخلص على الضحية وبعدها بيروح ياكل وجبة السمك بتاعته بعد كل جريمة. حقيقة سفاح التجمع اللي كان بينتقم من مراته في الستات. في البداية عايز أقولك إني مش جاي أديك شوية معلومات خبرية وماشي، أنا جاي أحلل معاك قضية رأي عام كبيرة، وهبدأ معاك بسؤال مهم جدا، وهو إزاي أجهزة الأمن حلت لغز سفاح التجمع، وإزاي المجرم ده بيختار ضحاياه وبيتخلص منهم إزاي. والسؤال المعقد بقى هو ليه أصلا الراجل ده عمل كده؟ ده لا نقصه مال ولا شهرة، وليه كل ضحاياه ستات؟ وهل فعلا مراته خانته وهي اللي دفعته لكده؟ وايه هي الاعترافات المريبه اللي قالها قدام النيابه العامه؟ خليني ابدا معاك الحكايه واحده واحده كده وافهمك كل اللي كان بيدور بين السطور بهدوء تام. كده نبدا الحكايه. كريم محمد او سفاح التجمع ده شاب طوله متوسط وامحاوي وعنده 45 سنه، وكان بيشتغل مدرس انجليزي في مدرسه دوليه، وبعد كده اتجه لمجال التجاره وبقى عنده شركه استيراد كبيره، وكمان عنده اكونت كبير جدا على منصه اجتماعيه فيها حوالي 8 مليون متابع، بيعلمهم اللغه الانجليزيه باللهجه الامريكاني، والمنصه دي حققت له ارباح كتيره جدا، وهي المكان اللي كان بيصطاد منها الضحايا بتوعه، يعني ما كانش لا سوابق ولا رد سكون. الخيط مسكته اجهزه الامن لما لقوا جثه بنت على الطريق الصحراوي بتاع بورسعيد، ولما اجهزه الامن اتعرفت على الضحيه بدات تدور على الجاني اللي وصلت له بسرعه الصاروخ، وراحت جري على بيته وقبضت عليه جوه شقته. هنا بقى الجاني قعد قدام المحقق اللي بدا يستجوبه وخرج منه كل البلاوي السوداء اللي عملها. مصيبه سوداء يا سيدي الفاضل. المحقق بدا يستجوبه فرد عليه السفاح وقال له ايوه انا اللي قتلتها، قتلتها في شقتي في التجمع الخامس، وبعدين اخدت الجثه في العربيه ورميتها في الطريق الصحراوي في بورسعيد، وبعد ما خلصت جريمتي رحت اكلت وجبه سمك في بورسعيد هناك وروحت البيت ونمت عادي خالص بكل برود وكمل وقال. وبعدها ب 10 ايام لقيت المباحث جت وقبضت عليا، عرفت ان الموضوع انكشف وانا بعترف بارتكاب الجريمه. وكمل وقال اللي حصل اني اتعرفت عليها وطلبت منها تجيلي زياره في شقتي، وهناك نفذت فيها حكم الاعدام. سفاح التجمع هنا كان بيتكلم عن جريمه القتل اللي هم مسكوه فيها بس، لكن ما كانش يعرف ان المحقق اللي قاعد قدامه كان مجمع معلومات عن الجثث اللي لقوها قبل كده، ولقوها ميته بنفس الطريقه اللي لقوا بيها جثه بورسعيد. المحقق اللي كان بيحقق معاه لقى نفس العلامات بتاع جريمة القتل على جثتين تانيين وواجههم بيه وهو بيحقق، ولقى ان نفس المادة اللي كانت موجودة في احشاء الضحية واحدة، التلاتة فيهم مادة مخدرة. هنا المحقق فاجئ سفاح التجمع وقال له اما الجثة اللي لقيناها على طريق صحراوي الاسماعيلية قتلتها ازاي؟ سفاح التجمع اتفاجئ وقال ما بدهاش بقى، وكمل اعترافاته وقال قتلت واحدة كمان ورميت جثتها في الاسماعيلية. الكلام ده كان من شهر بنفس الطريقة البشعة. الغريب ان وسط الاعترافات المحقق فاجئه تاني وقال له ان في بنت ثالثه عليها نفس علامات القتل، وكاميرا الكارتة كانت مصوراك وانت معدي من الطريق 30 يونيو اللي لقينا فيه جثه البنت في نفس الوقت. هنا بقى اعترف سفاح التجمع وقال انا اللي قتلت فتاه التجمع من سنه فاتت، هما الثلاثه دول بس اللي قتلتهم، واحده السنه اللي فاتت والثانيه في نص شهر ابريل اللي فات، والاخيره كانت من حوالي 10 ايام، كلهم انا قتلتهم بنفس الطريقه. كنت بستدرجهم لشقتي في التجمع وبخلص عليهم بعد ما ياخدوا مخدر الايس، وخنقتهم كلهم بحزام جلد، وبعدين باخد الجثث وبرميها في الصحراء في اماكن مختلفه. حد يسالني هو ازاي اصلا المباحث وصلت لسفاح التجمع؟ البدايه لما اجهزه الامن جالها بلاغ بالعثور على جثه فتاه على طريق بورسعيد الصحراوي، في الوقت ده المباحث قارنت بين الجثه وبلاغ احد الاهالي بتغيب بنتهم، ولما جابوا الجثه قدام اهلها اتعرفوا عليها، ومن هنا خرجت المباحث تعمل تحرياتها اللي وصلت في النهايه بعد تتبع خطوط سير البنت انها كانت مع الراجل ده اللي هو سفاح التجمع، ودخلت معاه شقته وما خرجتش. وهنا اتحركت المباحث فورا وقبضت عليه جوه شقته ومعاه تليفونين كان بيصور بيهم كل جرايمه. واول اعتراف ليه كان انه متعود انه يشتري مخدر الايس باستمرار ويتعرف على بنات من السوشيال ميديا وياخدهم لبيته يمارس معاهم افعال جنسيه مريبه، وبعدها يشربهم مخدر الايس الملعون ويفضل يمارس معاهم وصل تعذيب مريبه لمده كبيره جدا، وبعدها بيقتلهم. وقال كمان انه كان مصمم اوضه عزله للصوت مخصوص علشان العمليات اللي بيعملها دي، وهي هي نفس الاوضه اللي كان بيطلع منها يعمل فيديوهاته على تيك توك، وفي الوقت اللي الضحيه بتغيب عن الوعي بيكون هو محضر حزام جلد يلفه على رقبه الضحيه ويفضل يعصر فيها لحد ما يخرج روحها. الجرايد دي كلها كانت بتكون متصوره صوت وصوره من موبايله. حد فيكم دلوقتي بيفكر ايه هو السبب اللي يخلي سفاح التجمع يعمل ده كله؟
لما اتسأل عن الموضوع الغير مبرر ده رد وقال ان مراته اللي هي طليقته دلوقتي هي السبب، لانها كانت بتخونه، وقال ان اتهمها قبل كده في محضر رسمي بجريمة الزنا، والموضوع انتهى بينهم بالطلاق، وانها كانت بتمارس علاقات غير شرعية في فترة غيابه عن البيت. طيب حد يقول لي جيران سفاح التجمع قالوا ايه عليه، وازاي قعدوا فترة دي كلها من غير ما يحسوا باي حاجة؟ قالوا ان هم كانوا فاكرينه اجنبي بسبب عوجة لسانه، وانه على طول بيتكلم انجليزي ومعاه كلب غالي جدا وعربية اخر موديل، وقالوا عليه انه كان شخص مثير للجدل ومش طبيعي خالص بسبب علامات الوشم اللي كانت موجودة على دراعه، وكان فيها رسومات غريبة جدا. بيان النيابة العامة قال ان ارقام المجني عليهم موجودة على تليفون سفاح التجمع، وانهم كانوا موجودين في نفس النطاق الجغرافي للسفاح وقت قتله، وان كاميرات المراقبة للكارتة في طريق 30 يونيو صورته وهو رايح يتخلص من الجثث الاولى والتانية، وهو رايح وهو راجع. كانت من ضمن ادلة الادانة فيديوهات على موبايل المتهم وهو بيعمل افعال جنسية غير مألوفة مع الضحايا التلاتة. في النهاية عايز اقول لكم ان كل ضحايا سفاح التجمع كانوا كلهم من على شبكة الانترنت، فخذوا بالكم. سفاح التجمع قرر الانتقام من طريقته على طريقته الخاصة، واختار سيناريو دموي افتكر انه مش هيتكشف ابدا. بس اللي عايز اقوله ان مفيش جريمة كاملة ابدا، وان خيوط الجريمة خرجت من قلب الصحراء. عايز اقولك ان اي بنت كانت بتدخل الاوضة دي حية كانت بتخرج مقتولة ومحطوطة في شنطة سفر وجثة مرمية في الصحراء. الجرائم دي منتشرة في كل دول العالم نتيجة الانترنت الاسود الملعون. خدوا بالكم من المنصات الاجتماعية الغير رسمية، الموضوع خطير على الكبير قبل الصغير. كلنا شفنا الانترنت الاسود وعمايله في طفل شبرا خيمة اللي انتزعت احشائه، بتعامله مع الانترنت بعقلانية وبحذر شديد جدا، وإياكم وعلاقات الإنترنت المشبوهة. وأخيراً خدوا بالكم من مخدر الآيس، مادة ملعونة ومعجونة بشيطان قاتل.